نثمن جهود هذه الجامعة العريقة وكلياتها وأقسامها بالإنجازات والخدمات العلمية والتعليمية المتميزة. الذكرى 57 لتأسيس جامعة الموصل، هذه الجامعة العريقة التي حظيت بتخريج آلاف آلاف من الطلبة عبر هذه السنوات 57 في مختلف التخصصات العلمية والإنسانية، هي الآن موجودة وحاضرة على المشهد العراقي، تتبوأ المراكز المتقدمة ضمن الجامعات العراقية وضمن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي العراقية. ستكون هنالك العديد من الفعاليات لتجسد هذه الاحتفالية في هذا اليوم. بهذه المناسبة نهنئ جامعتنا جامعة الموصل العريقة التي حققت المراكز المتقدمة محليا وعلى مستوى الوطن العربي، كما نغتنم هذه الفرصة بالشكر الجزيل للأستاذ الدكتور كمال الدين الأحمدي المحترم على تكريم الأقسام الأولى في كلية الهندسة وقسم الهندسة المدنية وقسم هندسة الكهرباء وقسم هندسة الميكانيك. كما تعلمون هذه الجامعة العريقة التي تخرج منها العديد من القادة على مستوى على كافة المستويات، ها هي اليوم تحتفل وتشاطر أبناء المحافظة والعراق كافة بهذه الاحتفالية الكبيرة بعدما عما الخراب والظلام فيها في فترة الظلامين، ها هي تنهض من جديد بحلة جديدة وبهجة جديدة بجهود الغيارة من أبناء قواتنا المسلحة وكافة الخيرين الذين شمروا على سواعدهم لتحرير المدينة، ومن ثم باشرة الكوادر الإدارية في الجامعة بنفض الغبار عن الجامعة، وكما تشاهدونها الآن في حلة بهية وبفرحة كبيرة لا تسع الصدور. نسأل الله تعالى أن تعم هذه الفرحة وتدوم على محيا كافة أهالي مدينة الموصل ومحافظتنا والعراقيين جميعا بجهود الخيرين. هذه الجامعة العريقة التي لها أثر في هذا المجتمع الموصلي بتخرج العديد من القامات العلمية والفنية والثقافية التي أبرزت نتاجاتها على مستوى المدينة، وكما تشاهدون القاعة ممتلئة بهذا الاحتفال، والاحتفال هذه السنة مميز حيث يكون في مساء لتزداد الفرحة والبهجة بالأمان والسرور لهذه الجامعة والمدينة. نحن كاتحاد طلبة شباب تركمان الفرع الموصل اليوم تواجدنا في عيد الجامعة العريقة، ونحن كقومية التركمانية لدينا فعاليات لفرقة فلكلور التركمان الرشيدية في هذا المحفل وفي جميع محافل الذي يكون في مدينة الموصل. احنا كطلاب الحمد لله جينا اليوم كاحتفالية بعيد الجامعة 57، وهذا الدحى اللي ترونه أمامكم هي تراث من تراث قبيلة شمر طبعا، والحمد لله الطلاب يعني والشباب ما قصروا وقاموا بهذا التراث بأصح وجه. نشكركم كقناة الموصلي على هذه التغطية الجميلة وجزاكم الله خير. نحب نبارك لزملائنا الطلاب بالموافقية والنجاح وحضور جميل وحفل جميل، أجواء جدا جميلة. التعيين أكيد مطلب مهم، إنه والجميع زملائنا الخريجين والخريجات ومطلب مهم. نهنئ جامعة الموصل بعيدها 57، كل عام والجميع بخير، ونحن اليوم نتمنى لجامعة الموصل المزيد من الإبداع والازدهار في الناحية العلمية والناحية الحضارية كذلك والإعمارية لما عانته جامعة الموصل في ظل الظروف السابقة. ونحن اليوم كطلاب مرحلة أخيرة نطمح أنه بعد التخرج إن شاء الله يكون هناك تعيين لكل الطلبة. نهنئ كل الدكاترة والأساتذة والعمداء في جميع الأقسام. احنا كطلاب جاي نتعب وجاي نقدم افضل ما عندنا كي نرضي اهلنا بالاول ونرضي الدكاترة. نتمنى ان من نتخرج نلقى تعيين لنا
طبعا احنا نفتخر كون احد طلاب هذه الجامعة العريقة وفي كلية الهندسة قسم الهندسة المدنية، كونها حصلت على المركز الأول من بين جامعات محافظات العراق عامة.